حافظ على هدومك يا بابا. مشاهدين الاعزاء، اهلا مع قصاره سيد. فيديو النهارده فيديو، انا مش عارفه اقول المقدمه بتاعته، مش عارفه اقول لكم ايه او يعني اعبر لكم عنه ازاي، بس عايزه اقول ان الفيديو ده انا بقالي كتير قوي عايزه اعمله، علشان يعني اكيد هيأثر في بنات زيي، هيأثر ان انتي يعني ممكن تحسي ان انتي ممكن يعني تفرحي شويه. فهو الفيديو بيتكلم زي ما انتوا قريتوا في العنوان كده، ان انا لبست لبس بابايا كله الله يرحمه، مش كله يعني، اكيد انا مش هعرف البس الجزم بتاعته مثلا، يعني همشي زي فطوطه في الشارع. المهم ان انا خدت القمصان بتاعته والبناطيل اللي هي هتنفعني، وبدات ان انا البسها. المهم بقى اني يعني كنت كل فتره كده اقول لمامتي، مثلا اما اروح لمامتي ازورها الاقي مثلا ايه قمصان بابايا مثلا، هي مطبقاها وكده محافظه عليها برضو، فاللي هي الاقي مثلا الحاجات هي جايه مقاسي ومظبوطه، فاقول لماما انا هاخدها. فخدت ايه بقى، نتكلم بقى في المهم. خدت اكتر من 10 قطع وبخرج بيهم وبلبسهم، ومحدش بياخد باله ان هي حاجات رجالي، غير اللي يدقق قوي بقى في القمصان رصتها ازاي، اللي هي الزراير، عشان احنا الزراير بتاعت البنات بتبقى هنا، الرجاله بتبقى هنا، فاللي هيدقق بقى وانا ما بدققش. يعني لو لقيت واحده لابسه قميص رجالي قدامي انا ما باخدش بالي منه رجالي او بتاع او بناتي، يعني هو اللي باخد بالي منه ان هو شكله حلو او الوانه عجباني. فبصراحه انا اصلا الايام بقالي كتير قوي، بقالي 2 او 3 بلبس اوفر سايز بس، يعني لو لقيتوني هتلاقوني بلبس لبس واسع بس. فبصراحه كان ده بالنسبه لي مصلحه جامده ان انا استحوذ على هدوم بابايا كلها الله يرحمه. فتعالوا اوريكم انا اشتريت تعالوا اوريكم انا جبت ايه، خدت ايه من هدوم بابايا. بس عايزه اقول لحظه حته سنه صغيره قوي، انا لما بلبس لبس بابايا بحس ان هو ماشي معايا في الشارع، يعني لما بلبس القميص بتاعه بحس ان ايه بحس ان هو يعني طبعا بفتكره وبترحم عليه، اقول له بابا انت ساترني، يعني ساترني بالهدوم بتاعتك اهي. غير كده بحس ان هي حاجه بتفرحني ان انا حافظت على حاجه بابا بيحافظ عليها. بابايا كان بيحب اللبس، بيحب يحافظ على لبسه قوي، يعني لبسه بتاعه، هو متوفي بقاله 12 سنه اهو، هو بقى لبسه من قبل ما توفى كمان، ففكره ان انا احافظ على لبس بقاله اكتر من 15 سنه او 20 سنه كمان وبلبسه دلوقتي، فدي حاجه انا بحب اعملها قوي. وبحب البس قمصان بابايا جدا، بحب البس حاجات بابايا جدا، وابقى ماشيه بيها حاسه ان انا لابسه اغلى حاجه في حياتي، لابسه حاجه مريحاني نفسيا وهو فرحانه بيها. فلو انتي باباكي عايش او باباكي متوفي عادي طلعي من دولابه والبسي، لو هو عايش هيجري وراكي، يعني هيقول لك فين، هيجي يدور على القمصان مش هيلاقيها، بس عادي هتحسي برضو بحاجه كويسه. لو بقى في بنت مثلا بابا متوفي او كده ما تبهدليش هدوم باباكي، يعني ممكن تلبسيها عادي زي ما انا لبستها وبخرج بيها في الشارع، محدش بياخد باله اصلا ان هي هدوم رجالي عادي. فتعالوا يلا بينا. دي معايا اول قطعه، مش عارفه هي باينه قوي ولا لا، ده عباره عن جيليه كان بتاع بابايا، حتى هتلاقوا بصوا يعني السوسته مثلا مخلوعه سنتوفه كده، بس عادي. بس الحلو بقى كان هنا في لوجو، طبعا لقيته بابايا اللي كان شايله انا ما شلتهوش، بس الحلو في الجيليه ده ان هو بوشين، بصوا، وعملت بيه فيديو قبل كده وكان عاجب الناس، هحط لكم صوره الفيديو هنا عشان تعرفوا انا كنت لابساه. بصوا بوشين اهو، وش فيه جيوب والوش تاني من غير جيوب، ده بقى انا بلبسه، هوريكم دلوقتي كل حاجه انا بلبسها ازاي. ده كان بتاع بابايا وانا خدته وهو مقاسي ومظبوط عليا وكل حاجه. دي اول كده، تاني قطعة القميص ده، القميص ده بتاع بابايا برضو اهو، ماركته اهي. هو جاي اوفر سايز عليا، بحب البسه قوي، ويعني كفاية ان هو بتاع بابايا يعني، فانا بحب البسه قوي وبخرج بيه كتير، لدرجة ان انا بخرج بيه كتير بيتبقالي الخروجات شوية علشان مهلكوش زيادة عن اللزوم، فبرضو بحبه جدا.
عندي برضو القميص ده، ده بقى بيبي بلو، بابايا كان بيلبس بيبي بلو، شايفين الفن بتاعه ده بقى. كان برضو بيجي عليا اوفر سايز بلبسه برضو لجيوب هنا. طبعا هو كان بيحط علبة السجاير هنا، فاكيد انا مش هحط علبة السجاير فما بستخدمهوش. حتى بصوا هتلاقوه مقشر شوية كده من الجيب، بس عادي. و بس هو ده ده بقى كان يعني هو مكتوب عليه سايز 2 اكس لارج. انا بابايا ما كانش تخين. انا بصوا انا لازم انا كده كده يعني كده كده هتشوفوا شكل بابايا عشان تعرفوا اللبس ده كان بتاع مين. يعني اقول لكم لبس بابايا لازم احط لكم صورة بابايا عشان تشوفوه. ما اعرفش بقى انا شبهه ولا لا، يعني ده يعني اللي يتفرج على الفيديو يعني يقول الله يرحمه يعني، فاهم؟ على الاقل يعني انفعه باي حاجة باي دعاء كده يجيله حسنات مني. المهم بقى ان انا ده معايا واحد زيه تاني بيبي بلو برضو، ما اعرفش بابا وايه كان بيحب البيبي بلو بقى ولا الله يرحمه. المهم بقى ان التاني انا غسلته عشان انا بلبسه، فوقع عليه اكل صلصة وكده فغسلته ونشرته دلوقتي. بس هو يعني نفس اللون بس ستايل سادة خالص بقى، في جيب بس من هنا طالع كده غير ده. هو بابايا كان بيحب اول القمصان اللي بيجيبه عشان بيحط علبة السجاير بتاعته، لازم لازم حتى يعني كل حاجه هو لها يبقى فيها جيوب، قليل قوي لما بيلبس حاجه من غير جيب. وانا طالعه زيه على فكره، لما بلاقي اي شميز في جيب بحب اشتريه. يعني استنى اوريكم، هقول لكم يعني ايه. يعني مثلا ده قميص اهو بناتي من ديفاكتو، اهو بناتي، هو قميص عادي خالص ما فيهوش اي حاجه، بس انا اشتريته علشان الجيب ده. شايفين الجيب ده؟ انا بحب الحاجه اللي فيها جيب قوي، مع ان انا مش هستخدمها بس بحترم قوي لما الاقي قميص فيه جيب كده بضعف قدامه وبشتريه. فشكلي انا واخده منه الحته دي. بعد كده بقى كان في عندي قميص ابيض بتاعه برضو اهو، ده برضو قميص بابايا، ده بقى بلبسه كتير قوي ابيض، حتى هتلاقوني لسه غسلاه وكوياه بس قلبه على ظهره عشان ما يتوسخش، برضو بحبه قوي وبتاع بابايا برضو انا محافظه عليه، يعني بحاول احافظ عليه. طبعا كان في زراير هنا، الزراير اللي هنا كانت خشب فكانت باينه قوي ان هي بتاعت بنات اولاد، فانا غيرتها حطيت اللي هي زراير بناتي وخليت الزراير دي زي ما هي كده بس. وبلبسه كتير قوي برضو على اي على اي هاي نيك يعني ابيض او اي حاجه بلبسه كتير قوي. في ايه تاني بقى هتتفاجئوا دلوقتي انا خدت منه ايه كمان بلبسه. المفاجأة، خدت بقى كمان بناطيله. بصراحة البنطلون كان واسع شوية ورحت للترزي خدتها سنتي من هنا على سنتي من هنا بقى مقاسي. هو انا دلوقتي اتخنت فانا مش عارفة بصراحة هيطلع يعني هيطلع ضيق ولا ايه، عشان ده قماشته تقيلة اوي فبلبسه في الشتا، وبلبسه قبة تنية تانية من تحت بسيطة وبلبسه. ومش عايزة اقول لكم ان هو شكله كأنه زي بتاع البنات. طبعا بخبي الزراير، في زراير من هنا اللي هي بتاعت الرجالة عموما بيبقى في زراير، وعلى فكرة في بناطيل ستايلاتها البنات فيها زراير برضو، بس انا يعني بخبي الزراير كده كده الحتة دي ما بتبانش فمش مشكلة اهو. وده كان بتاع بابايا، الجنسي بتاعه حلو قوي، وهتتفاجئوا دلوقتي ان هو مكتوب ايه. يعني هو بابايا كان عايش طول عمره بره، بس يعني بناطيل جينز كان بيشتريها من هنا. بص مكتوب عليه صنع في ايه، بتاعت صنع في مصر. مش عايزه اقول لكم الجوده بتاعتها قد ايه. والبنطلون عايش اكتر من 20 سنه فعليا وانا بلبسه، بس انا شايلاه بحافظ عليه. ده زيه بالظبط، حتى انا حطاه بضهر على ظهره هو عشان انا ما بلبسوش كتير عشان بس ما يتوسخش مني. زيه بالظبط، حتى برضو نفس التيكت، معرفش التيكت كان فين، نفسه بالظبط اهو برضو عاملاه سنتي من هنا وسنتي من هنا وبلبسه. فانا بلبس بناطيل بابايا عادي وشكلها كانها بتاعت بنات عادي، يعني انا ظبطتها على مقاس ان هي تنفع ان هي تبقى هدوم بنات يعني. بس كده انا واخده حاجات تانية في الشتوي بس مش هعرف اطلعها. واخده الكوفيه بتاعته، وكنت واخده شرابات، واخده طاقيه، والحاجات دي كلها انا بلبسها فعلا وبنزل بيها الشارع وببقى ليا الشرف وببقى فرحانه قوي. يعني حتى جوزي بيجي يقول لي ايه القميص الجديد اللي انت جايباه ده، اقول له ده قميص بابايا فيقول لي شكله حلو. فاللي هو هي دي بتبقى حلوه قوي، انا بالنسبه لي ببقى فرحانه قوي. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبك الفيديو. الفيديو ده نفسي اعمله من زمان قوي بس مش عارفه اقول ايه
في عشان ده في حاجات ساعات ما بعرفش اقولها، بس كنت لازم اعمله علشان ان عادي اي بنت تلبس لبس باباها، حافظه على لبس باباكي. يعني تبقى في ذكريات كده، ما تستهتريش بالذكريات. يعني هاتي كده حاجة من دولاب باباكي والبسيها وشوفي انت هتحسي بايه. بس عجبك الفيديو استنيني الفيديوهات الجاية وتابعوني. يلا باي باي.